صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 60 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 19 لسنة 2018 بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 19 لسنة 2018 بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة النص الآتي: تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، يشار إليها في هذا القرار بكلمة اللجنة، وتشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وعضوية كل من المنسق في مكتب رئيس مجلس الوزراء، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الخارجية، الوكيل المساعد للتنمية المستدامة في وزارة التنمية المستدامة، مدير إدارة العلاقات الدولية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة الثانية يضاف بندان جديدان برقمي 6 و7 إلى المادة الثالثة من القرار رقم 19 لسنة 2018 بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعا لذلك نصها الآتي: 6. متابعة جميع المسائل المتعلقة بمكاتب ومراكز الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المقيمة في المملكة أو تلك التي تغطي المملكة إقليمياً وتقيم عملها. 7. الإشراف على صياغة وتنفيذ أطر الشراكة الاستراتيجية والتنمية المستدامة الموقعة بين المملكة والأمم المتحدة.